السلام عليكم يا شباب، احنا هنتكلم في الفيديو ده على هنحل شيت 2 وهنتكلم على ريفيو سريع كده على التوبيك بتاع البروسيس مانجمنت. انا بس هجو اون كده ثرو ذا موست امبورتنت بوينتس في الليكتشر، بعد كده نبدأ نحل الشيت على طول. احنا كنا اتكلمنا ان الارياز اوف اوبريتنج سيستم ريسبونسابيلتيز زي ما احنا اتفقنا هي ما بين السي بي يو والميموري والانبوت اوتبوت ديفايسز والفايل سيستمز والسكيورتي والنتورك النتوركينج. وقلنا ان احنا في كل مره بنتكلم فيها في التوتوريال هنعرف احنا واقفين في انهي منطقه في الايه في السلايد دي. فاحنا بدانا اول حاجه السي بي يو، او بنتكلم على البروسيس مانجمنت. اتكلمنا كذا مره قلنا ان البروسيس هي ان اكسكيوتبل بروجرام، واي بروجرام، او قلنا زي ما قلنا البروسيس هي اكسكيوتبل بروجرام او رانينج انستنس اوف ا بروجرام، ومعاها الاسوشيتد داتا نيدد باي البروجرام. بنسمي الكلام ده كله بنسميه اكسكيوشن كونتكست. اكسكيوشن كونتكست هي كل الانفورميشن اللي الاوبريتنج سيستم محتاجها علشان يقدر يمانج البروسيس، اللي هو من الاخر المعلومات اللي كانت موجوده في البروسيس تيبل اللي انت شفتها في اللاب بتاع الفوركينج اللي هو التوتوريال اللي فات. معلومات زي الميموري كونتنتس، الفيرتشوال ميموري، الريجستر فاليوز، الانترنال ريبريزنتيشن، كل الكلام ده بنسميه اكسكيوشن كونتنت. وكنا اتكلمنا وقلنا ان هي البروسيس هي اصغر يونت اوف ورك في الاوبريتنج سيستم. وانا عندي البروسيس يا اما هتكون سيستم بروسيس. يعني ايه سيستم بروسيس؟ يعني بروسيس كرييتد باي الاوبريتنج سيستم بغرض ان هي تكريت او تبرفورم تاسك based on the user او system requirements او on behalf of the user or the system. وال system process عادة بتكون performed، بيبقى انها created by operating system او performed by operating system، عادة بتبقى in kernel mode. in kernel mode زي ما اتفقنا ان انا بيبقى عندي privileged، يعني ببقى اقدر access ال user memory وال kernel memory، وبقدر access ال user instructions وال privileged instructions. ده بالنسبة لل system process. انما باليوزر بروسيس بتبقى created directly by اليوزر اكشنز. اي بروسيس انت بترنها بتبقى يوزر بروسيس، ده بينكلود الابلكيشن بروجرامز السيستم يوتيليتيز وكل الكلام ده. كنا اتفقنا ان البروجرام لوحده هو ستاتيك، هو جاست بانش اوف بايتس اللي هي الستاتيك كود اللي بيبقى موجود في الفايل. انما البروسيس هي الدايناميك فيرجن من مين؟ من البروجرام. عشان كده لما بنيجي نقول بروجرام احنا قصدنا بيه ستاتيك فايل، حاجه نوت رانينج. انما البروسيس از ا رانينج انستنس اوف ايه اوف ا بروجرام. والبروسيس بتعمل ترانزيشن ما بين كذا ستيت برضو زي ما هنشوف، او زي ما اوريدي شفنا في التوتوريال اللي فات يعني. خلاص، واتكلمنا قلنا ان انا لما نيجي نشوف البروسيس بتتكون من ايه، بنلاقي ان ليها الادرس سبيس بتاعها موجوده في لوكيشن في الميموري. خلاص، في الكود، البروسيس كود، البروسيس داتا، البروسيس ستاك زي ما قلنا اللي هو بيبقى فيه الستيت، بيتريس الستيت اوف بروسيدير كولز ميد. طبعا بيبقى عندي ستاك بوينتر، عندي بروجرام كاونتر، انا ببقى عارف انا واقف فين في النكست انستراكشن، الجنرال بيربز بروسيسور ريجسترز والفاليوز بتاعتهم، واخر حاجه اللي هي اللي كنا سميناها يوزر اريا اللي فيها الاوبن فايلز، نتورك كونكشنز وكل الكلام ده. اوكي، وزي ما احنا شايفين هنا كده الكود اللي هو الكود سيجمنت والديتا سيجمنت، وفي فوقيها الهيب، وفوق خالص الستاك، واحده بتجرو ابوردز واحده بتجرو داونوردز. خلاص، ده كده بالنسبه للبروسيس. البروسيس ستيت هي ما بين 3 ستيتس. البروسيس في العادي بتبقى في الريدي ستيت، لما بتتحرك، لما يعني got scheduled بتتنقل من الريدي تبقى running. لو got preempted بترجع من الرننج ready تاني. يعني ايه كلمة preempted او يعني ايه preemption؟ يعني البروسيس تبقى got preempted، يعني got interrupted by another process، او got interrupted by the scheduler علشان يسكيدول process تانية. خلاص، فيا اما هو كان البروسيس كانت ريدي والسكيدولر قال لها يلا got dispatched وتبقى running، يا اما بترجع تاني للريدي كيو لما السكيدولر بيقرر ان الايه ان هو it should be replaced by another a process. خلاص، بعد كده لو هي running، اثناء ما هي running got blocked by some input output، بتتحول ل blocked state.
لو كانت مستنية input او حاجة او كده، فبتبقى blocked لحد اما ال input output بيخلص وترجع تاني، ترجع في ال ready queue. مفيش حاجة من ال blocked ترجعني تاني للايه، لل running. الشيء ده اسمه ايه؟ اسمه state diagram. خلاص، طيب ده شرح الكلام اللي احنا قلناه، ال running وال ready وال blocked. تمام، جميل جدا، وقلنا خلاص الكلام ده كله. طبعا ايه process operations، انا اقدر اكريت اترمينيت process، get الباراميترز بتاعت كل process، ابلوك process، يعني دي different process operations. احنا كنا اتكلمنا في اللاب اللي فات ازاي اقدر اكريت process، ازاي اقدر اترمينيت process، اكريت بالفورك، اترمينيت باستخدام exit، ازاي اسيت واجت البروسيس بارامترز زي البروسيس اي دي، البيرنت بروسيس اي دي، البرايورتي، ازاي ابلوك بروسيس. تمام، اعمل حاجه زي مثلا input output by some another process او حاجه. تمام، awaken و switch و schedule هنتكلم عليهم in later tutorials. ال process table اللي هو كنا شفناه لما كنا بنستخدم ال command بتاع ps، اللي هو ال operating system بيستخدمه عشان ي manage ال processes بتاعته. عندنا كل row هو entry لل process دي. طيب ال entry دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها بقى saved registers، على اساس ان انا ما بعمل context switching وبتحرك من process واروح ل process تانية، فانا محتاج ان انا اسيف الريجسترز دي. تمام، على اساس لما هرجع لها تاني الاقي الايه، ال previous values، ما تكونش got rewritten او reassigned by some another process. محتاج اعرف ال process state، محتاج ال process id، ال user او ال owner، وال group id، مين ال user اللي بي own ال process دي، او وال group كمان اللي بي own ال process دي، ال priority، ال memory usage، ال cumulative running time، ال open files. كل الكلام ده بيبقى content in a single entry في ال process table. خلاص، الكلام ده او الانتري دي بنسميها بروسيس كنترول بلوك. خلاص، الانتري بتاعت البروسيس دي او الانتري بتاعت كل بروسيس بنسميها بروسيس كنترول بلوك. طيب الثريدز، ايه الاختلاف الجوهري ما بين الثريدز والبروسيس؟ ان الثريدز بيشيروا الايه، الميموري سبيس، زي ما انت شايف كده هم ان سنجل ميموري سبيس. بكريت لايت ويت بروسيس بنسميها ثريد. يعني ايه لايت ويت بروسيس؟ يعني هي مش بروسيس زي ما عملنا في الفوركينج، بروسيس منفصله ليها الميموري سبيس بتاعها وليها البروسيس كنترول بلوك بتاعها، لا، وليها الاكسكيوشن كونتكست الخاص بيها، لا، ده هي بتبقى لايت ويت بروسيس بتشير مع البروسيس اللي عملت لها كرييشن نفس الميموري سبيس ونفس الاكسكيوشن كونتكست والكلام ده. خلاص، فهنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عندنا ده كده بالنسبه للثريدز. انا بجو سريعا في الكلام ده على اساس ان هو موجود في الليكتشر، انا بس عايز ايه نفكر الناس بيه. بالنسبه للسكادولينج، احنا عايزين نعرف ازاي نقدر لو انا عندي كذا بروسيس ازاي اعمل لهم سكادولينج بحيث ان انا ماكسمايز الاوبجكتيفز بتاعت الاوبريتنج سيستم، اماكسمايز الثروبوت، امينيمايز الويتنج تايم، امينيمايز الريسبونس تايم، امينيمايز التيرن اراوند تايم. هنشوف الكلام ده كله، واحنا هنا بنركز على بتشوف البروسيس اللي في الريدي ستيت، اللي في الريدي ليست او الريدي كيو، وقدر بنعمل لها ايه، سكادولينج. خلاص، طيب لما بن prevent، في كيس، في حاجه مشهوره جدا اسمها starvation. يعني ايه starvation؟ starvation لما بن prevent process ان هي ت acquire CPU time when it's ready for a long time. على سبيل المثال لما بيكون في customer في مثلا في خدمه عملاء او في بنك او في اي كان، والراجل عايز got serviced بس قاعد مستني بقاله مده طويله جدا، وهو ready واوراقه جاهزه وحاجته جاهزه، هو بس محتاج ان هو يبقى سيرفيس. نفس الكلام في الاو اس، لو انا عندي بروسيس، البروسيس دي محتاجه انها تبقى سيرفيس بس هي قاعده في الريدي كيو بقى لها وقت طويل جدا، ده بنسميها ستارفيشن. خلاص، فمهم جدا السؤال بتاع الستارفيشن، النقطه دي ايه مهمه. بنحكم على السكيدولينج الجوريزم ازاي؟ بناء على كذا بوينت عندنا. البوينتس دي هي الفيرنس، هل السكيدولينج الجوريزم ده فير ما بين البروسيسز، ولا لو انا جيت الاول
ممكن ادخل اخر واحد. هل هو efficient؟ يعني هل هو بيوتيلايز الاندرلاينج ريسورسز زي التايم زي الميموري زي الكلام ده؟ طبعا هنا هنتكلم على السي بي يو تايم بس، مش هنتكلم على الميموري. هل بيوتيلايز السي بي يو ان اند ذا ريسورسز ان ذا موست efficient واي ولا لا؟ الريسبونس تايم، ايه هو الريسبونس تايم؟ الريسبونس تايم الوقت اللي انا اخدته علشان ترد عليا، علشان ترسبوند عليا. خلي بالكم عشان انتوا دايما بتتلخبطوا الكلام ده معناه ايه. ريسبونس تايم، انا جيت في وقت ما، خلاص الوقت اللي انا جيت فيه ده اسمه ارايفل تايم، تمام. لما انا دخلت للكاشير والكاشير يرد عليا، الفرق في الوقت ده اسمه ريسبونس تايم. فاللي بنسميه الريسبونس تايم هو الفرق ما بين الستارت تايم والارايفل تايم. يبقى ريسبونس تايم هي ستارت تايم ماينس ارايفل تايم. انا قلت اكتبهم علشان هما مش باين، يعني مش مكتوبين في السلايدز. ف سوري، ريسبونس تايم هو الوقت اللي ما بين ان اللي انا جوت بداية السيرفيسنج ماينس الوقت اللي انا وصلت فيه. زي ما قلت لكم انا جيت في وقت ما، فده الارايفل تايم بتاعي. انا دخلت الكاشير، فده كده الارايفل تايم بتاعي. انا مشيت من الكاشير وخلصت خلاص وخدت الحاجة اللي انا عايزها، ده الايه، الفينش تايم بتاعي، خلاص. فهما دول ثلاث اوقات، الستارت الارايفل والارايفل والستارت والفينش بالترتيب، خلاص. فالفرق ما بين الارايفل تايم والستارت تايم، الفرق ما بين الاثنين دول هو ده الريسبونس تايم. طيب الفينش تايم ماينس الارايفل تايم، الوقت اللي انا خلصت فيه ماينس الوقت اللي انا وصلت فيه، ده هو التيرن اراوند تايم. طيب الويت التيرن اراوند تايم هو ايه؟ ان انا اخد التيرن اراوند تايم اقسمه على الرننج تايم، خلاص. يبقى كده دول ثلاثة مهمين، ثلاثة ماتريكس مهمين جدا دايما بنتسأل عليهم في مسائل الاسكادولينج. يبقى الريسبونس تايم هو الستار تايم ماينس الارايفل تايم، التيرن اراوند تايم هو الفينش تايم ماينس الارايفل تايم، والويت التيرن اراوند تايم هو التيرن اراوند تايم على الرننج تايم، خلاص. طب عشان ما تنساش، علشان ما دايما ما تنساش ماينس ايه، هو دايما بتعمل ماينس ارايفل، تمام، يعني ماينس ارايفل، اوكي، جميل جدا. وفي الاخر برضو احدى الكرايتيريا الثروبوت. الثروبوت يعني ايه؟ يعني بنقدر نعتبره هو اليوتيلايزيشن بتاع الريسورسز بتاعك. يعني ايه اليوتيلايزيشن بتاع الريسورسز؟ اللي هو انت قد ايه استخدمت الريسورسز بتاعتك بتاعت السيستم in an effective manner او in an effective way، تمام. هي بشكل كبير جدا نفس معنى الافشنسي، يعني نفس يعني هايلي كابلد جدا مع الافشنسي، اوكي. طيب في نوعين من السكادولينج، في بري امتيف سكادولينج. يعني ايه بري امتيف سكادولينج؟ انه السكادولر يقدر ات سام بوينت البروسيس اللي بتران دلوقتي يقول لها ايه، يو ار بري امتد او يو ار انتربتد، انا هرجعك تاني للريدي كيو وهاخد بروسيس تانية مكانك ادخلها في تبقى رانينج. ده اسمه preemptive scheduling. طب non preemptive scheduling يعني ايه؟ يعني once ان البروسيس از رانينج خلاص it cannot be preempted او it cannot be interrupted، خلاص. فال non preemptive scheduling ان انا برن البروسيس تو ايه، تو كومبليشن، لحد اما تخلص. طيب احنا جينا قلنا turn around time average turn around time weighted turn around time average weighted turn around time. التيرن اراوند تايم اتفقنا اللي هو الفينش تايم ماينس الارايفل تايم، طيب ده اول واحد. الافريج تيرن اراوند تايم هو الفينش، يعني المجموع التيرن اراوند تايمز على عددهم. الويت التيرن اراوند تايم هو التيرن اراوند تايم على الرننج تايم بتاع البروسيس الواحده. والافريج ويت التيرن اراوند تايم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن مجموع الويت التيرن اراوند تايمز على مجموع الويت التيرن اراوند تايمز على عدد البروسيسز اللي بنتكلم عليها. هنفهم الكلام ده اكتر لما نحل الشيت. انا بس بريكاب كده سريعا، ايه هي الانواع السكادولينج الجوريزمز اللي عندنا. هي الجزء ده سهل جدا ولا يخلو منه اي امتحان، فمهم جدا نبقى فاهمين السكادولينج الجوريزم ده كويس جدا. مش قصدي ده، انا قصدي بتكلم على كل سكادولينج الجوريزم يعني. طيب اول واحد الفيرست كوم فيرست سيرف بيعمل ايه؟ الفيرست كوم فيرست سيرف هو implemented as a queue، يعني البروسيس اللي تخش الاول تجوت ديسباتش الاول واللي وراها واللي وراها.
نو ماتر بقى البروسيس اللي جت في الاول دي طويله قصيره كبيره صغيره، ات ويل جت ديسباتشد الاول خلاص. فزي ما احنا شايفين كده هنا بروسيس 1 الرننج تايم بتاعها 24 سكندز، بروسيس 2 3 سكندز، بروسيس 3 3 سكندز، والثلاثه جوت سبميتد توجذر. يعني ايه جوت سبميتد توجذر؟ يعني نقدر نعتبر الارايفل تايم بتاعهم زيرو خلاص. الارايفل تايم بتاعهم ايه؟ زيرو. فهنا هو بيحسب الايه؟ بيحسب المفروض دي غلطه، المفروض دي مش ريسبونس، دي تيرن اراوند، دي المفروض تبقى دي كده المفروض تبقى ايه؟ تيرن اراوند تايم. اوكي تيرن اراوند تايم نفس الكلام برضو في اللي تحت. اوكي فافريج تيرن اراوند تايم بروسيس 1 قعدت 24 ثانيه، جت في زيرو خلصت في 24 يبقى 24. بروسيس 2 جت في زيرو خلصت في 27. التيرن اراوند بيحسب الفينش ماينس الستار ماينس الارايفل ف 27. بروسيس 3 جت في زيرو خلصت في كام؟ في 30. فالتيرن اراوند تايم بتاعها كام؟ 30. يبقى التيرن اراوند هو ايه؟ هو الفينش ماينس الارايفل. اوكي طيب جميل جدا. فده كده الافريج تيرن اراوند تايم. جينا عملناهم على 3 طلع كام؟ التيرن اراوند تايم الافريج 27. لو عملنا السكادولينج بطريقه مختلفه، لو بدانا بي 2 الاول بعد كده بي 3 الاول بعد كده بي 1، بي 2 هتخلص بعد 3 ثواني، بي 3 هتخلص في الثانيه رقم 6، وبي 1 هتخلص في الثانيه رقم 30. دايما لازم التو سكادولرز لازم يطلعوا لك ان انا هخلص في نفس الوقت، مستحيل ان انا يبقى عندي نفس عدد البروسيسز اللي بياخدوا نفس الرننج تايم، او يعني بياخدوا نفس السيت اوف بروسيسز هنا ونفس السيت اوف بروسيسز هنا، اعمل لهم سكادولينج بطريقه هنا واعمل لهم سكادولينج بطريقه هنا، في الاخر اخلص ده في وقت غير ده. لازم ايا كان السكادولينج الجوريزم ده سانيتي تشيك بالنسبه لك ان انا اخلص الاثنين في نفس الوقت. فانا خلصت الاثنين في الثانيه رقم كام؟ 30. بس هنا الافريج تيرن اراوند تايم كان كام؟ الافريج تيرن اراوند تايم كان 3 بتاع البروسيس الاولى، 6 بتاع البروسيس الثانيه، و و 30 بتاع البروسيس اللي هي بي 1. اجمعهم الاقي يطلع كام؟ 13. خلاص احنا حسبنا التيرن اراوند تايم هنا ازاي؟ قلنا فينش تايم ماينس ارايفل تايم، وبما ان الارايفل تايم بزيرو فكده بنحسب الفينش تايم عادي جدا خلاص. فهنا لقينا طبعا التيرن اراوند تايم هنا احسن بكتير من 27. فبالتالي الفيرست كام فيرست سيرف اتس اباتش سكادولينج تكنيك، يعني اتس نون بري امتيف. الجوب بروسيسد ان ذا اوردر ذي ارايفد، اللي يجي الاول got serviced الاول، implemented with a queue، ده مجرد queue عادي جدا. مشكلته ايه؟ مشكلته ان انا لو عندي في تاسك او جوب او بروسيس بتاخد وقت طويل جدا هت introduce delays كبيره جدا، وبالتالي الشورت جوبز هتاخد ايه؟ تيرن اراوند تايم عالي. وبالتالي الحل ان انا اغير الطريقه بتاعتي واعمل another scheduling algorithm اللي هو shortest job first. shortest job first بيعمل ايه؟ طبعا هو لازم ابقى عارف كل بروسيس بترن في وقت قد ايه، وببدا ارن على حسب الايه اللي جالي الاقصر. تمام؟ يعني لو انا عندي كل الفور بروسيسز دول وصلوا at the same time arrived at the same time، انا بسكادول مين اول واحده او بديسباتش مين اول بروسيس اللي عندها least running time. فبالتالي انا هاخد الاول بي 4 اللي هي 3 ثواني، بعد كده هاخد بي 1 اللي هي 6 ثواني، بعد كده هاخد بي 3 اللي هي 7 ثواني، بعد كده بي 2 اللي هو 8 seconds. طبعا ده اتس ذا اوبتيمال سكيدولينج الجوريزم لان هو بي مينيمايز الافريج تيرن اراوند تايم. خلاص زي ما شفنا كده هنا في الاكزامبل اللي فات ده المينيمم او التيرن اراوند تايم جوت مينيمايز لما عملنا الايه؟ السكيدولينج بطريقه الشورتست جوب فيرست. خلاص يبقى هنا انا لازم ابقى عارف الرننج تايم بتاع كل بروسيس، وبالتالي هقدر اسكيدول مين اللي يجي قبل مين. طيب هتقول لي هل هو بري امتيف ولا نون بري امتيف؟ هقول لك اتس ا باتش سكيدولينج تكنيك. يعني ايه باتش سكيدولينج تكنيك؟ يعني اتس نون بري امتيف. يعني لو انا بي 1 دي اللي هي كانت بترن لمدتها 6 ثواني، وهنا في وسط ما هو بيرن في الثانيه دي جت بروسيس ثانيه مثلا الرننج تايم بتاعها ثانيتين، ايه اللي يحصل؟
هقول لك الشورتست جوب فيرست، هيقول لك انا هخلص بي 1 الاول بعد كده اخد اقصر واحده او الشورتست جوب من اللي موجودين. يبقى بالتالي هو الشورتست جوب فيرست بيعمل ايه؟ هو بيرنهم يعني اول ما يجي يسكديول واحده، او لما بيجي الدور ان هو يسكديول واحده، بيشوف مين اقصر تاسك او اقصر جوب او اقصر بروسيس موجوده في الريدي كيو وياخدها. لو في واحده جت خلاص في وسط ما البروسيس او في وسط ما بروسيس بترن، هتتحط في الريدي كيو، ولو هي اقصر واحده هتبقى تتحط في اول الكيو، وبالتالي هتبقى هي اللي عليها الدور في السكيدولينج، ولكن مش هتنتربت، مش هتبري امت بي 1. تمام؟ طيب اللي هي البروسيس اللي كانت بترن دي. اللي بي بري امت بقى الجوريزم تاني اسمه شورتست ريميننج تايم نيكست او اس ار تي ان. ده هو شورتست جوب فيرست بس البري امت فيرجن منه. يعني ايه البري امت فيرجن منه؟ يعني هو الشورتست جوب فيرست كان بيعمل ايه؟ لو انا في وسط بي 1 وجات لي بروسيس اقصر من اللي بترن دلوقتي، خلاص ما ماليش دعوه، انا هخلص اللي انا فيها بعد كده ابقى اخدها. انما الشورتست ريميننج تايم نيكست هو بيشوف انا في البروسيس اللي انا برنها دلوقتي دي متبقي فيها وقت قد ايه، واقصر واحده في الريدي كيو لو جت واحده يعني الرننج تايم بتاعها قد ايه. لو اللي انا شغال فيها دي كان الوقت اللي متبقي فيها اكبر من القصيره اللي جت، لا هاخد القصيره الاول اخلصها بعد كده اروح اكمل اللي انا ايه كنت شغال فيها، فبالتالي هي بري امتيف. لكن لو اللي انا شغال فيها مثلا متبقي فيها ثانيه وجات لي بروسيس بتاخد ثانيتين، لا هخلص اللي انا فيها الاول بعد كده اروح اسكيدول البروسيس اللي بعدها. فبالتالي هو بيعمل ايه؟ هو يعني لو رجعنا كده هنا تاني، هو بيجي الشورتست ريميننج تايم نيكست بيجي عند كل ما في بروسيس تارايف يسال هل البروسيس اللي راننج الريميننج تايم اقل ولا الارايفد بروسيس؟ لو الارايفد بروسيس وقتها اقل هسكيدول الارايفد بروسيس وبري امت اللي انا كنت شغال فيها وابقى اكملها احطها في الريدي كيو وابقى اشوف امتى هيجي الدور عليها. لكن لو العكس، لو كانت اللي انا برنها الوقت بتاعها قليل، اللي متبقي وقت اقل من الارايف تايم، يعني كان متبقي ثانيه واللي جايه ثانيتين، لا انا هخلص بي 1 بعد كده اشوف الايه الارايفد بروسيس. فالشورتست ريميننج تايم نيكست هو بري امتيف، فبالتالي بنشوفه عند كل ايه ارايفل، عند كل بروسيس ارايفل. خلاص طيب الراوند روبن، الراوند روبن هو بن تايم شير الايه ال سي بي يو تايم. خلاص بدل ما بنبقى كل واحد بياخد البروسيس بترن اب تو كومبليشن، لا احنا هنقسم الايه التايم ما بيننا، وكل واحد فينا هياخد تايم سلايس او ياخد تايم كوتا، وبنسميها كوانتم. كل واحد هياخد ايه؟ هياخد كوانتم. الكوانتم ده بقى از ان اوبريتنج سيستم بارامتر، ممكن يبقى 0.1 0.01 0.001 ان كان. خلاص وبالتالي هنا هن implement الراوند روبن الجوريزم يوزنج ا سيركولر كيو. حلو، ليه سيركلر كيو؟ لان انا مش باخد البروسيس واخلصها زي الفيرست كام فيرست سيرف او الشورتست جوب فيرست. تمام، ولكن انا باخد البروسيس وبعد ما يعني بعد ما بلوب عليهم كلهم، كاني بلوب عليهم كلهم، ولما بخلص برجع تاني ايه من الاول. اوكي، فالراوند روبن بيشتغل ازاي؟ خلينا نشوف كده هنا الفيرست كام فيرست سيرف والراوند روبن. لو انا عندي 10 جوبز وكل جوب هتاخد 100 سكند، فبالتالي اول جوب هتخلص بعد 100، بعد كده 200، الثانيه هتاخد من 100 ل 200، والثالثه من 300 ل 400، و400 ل 500 اند سو اون، لحد ما اوصل لفين؟ لحد ما اوصل ل 1000 في الاخر، ال 10 جوبز هيخلصوا. طيب في الراوند روبن اللي هو بنسميه بري امتيف سكيدولينج، هن اسيوم ان انا عندي تايم سلايس 1 سكند، ومفيش عندي اوفر هيد في السويتشنج ما بين كل بروسيس والتانيه. فالبروسيس الاولى هتشتغل لمده ثانيه، بعد كده التانيه تشتغل لثانيه، بعد كده التالته تشتغل لثانيه اند سو اون، لحد ما ايه اول 10 ثواني ايه اللي يحصل؟ نكون عدينا على خلصنا اول ثانية في العشرة جوبز. تمام، ده كده بعد اول ايه؟ بعد اول 10 ثواني. ماشي، بعد 20 ثانية نكون خلصنا تاني ثانية في كل الجوبز، بعد 30 ثانية تالت ايه؟ تالت ثانية في كل جوب، بعد 100 ثانية نكون خلصنا 10 سكندز.
تمام؟ بعد 500 ثانية نكون خلصنا 50 سكند، بعد 99 990 هنكون خلصنا قد ايه؟ هنكون خلصنا 99 سكند في كل جوب، نبدأ نقول 991 الجوب الأولى تخلص، 992 الثانية تخلص، and so on لحد 1000. هنا هنلاقي لو حبينا نحسب التيرن اراوند تايم، التيرن اراوند تايم فوق هيبقى عبارة عن ايه؟ لو افترضنا ان هما كلهم جود يعني arrived at the same time، فالتيرن اراوند تايم هو الفينش ماينس الارايفل، والارايفل بزيرو خلاص كلهم زيرو، فهنا هيبقى الفينش 100 زائد 200 زائد 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 لحد 1000، ده التيرن اراوند تايم. لو احنا عايزين نجيب الافريج تيرن اراوند تايم انا هعمل 10 زائد 200 زائد زائد 1000 لحد 1000 على 10، هنا هجمع 991 زائد 992 بلس 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 لحد 1000 على كام؟ على 10. وبالتالي طبعا الافريج تيرن اراوند تايم في الراوند روبن اكبر بكتير جدا من الفيرست كام فيرست سيرف. ولكن امتى نقول ان الراوند روبن احسن من الفيرست كام فيرست سيرف؟ في حالتين، لو انا عندي الجوبز ار ديفرنت لينث تمام، وعندي شورت جوبز، وهنشوف الكلام ده في اكزامبلز الشيت. لو انا عندي شورت جوبز والجوبز عندي اوف ديفرنت لينث، لا الراوند روبن هيديني بيتر بيرفورمانس عن الفيرست كام فيرست سيرف تمام. طيب البرايورتي سكيدولينج، البرايورتي سكيدولينج كنا اتكلمنا هنتكلم فيه في هنيجي نحل عليه في الشيت. عندنا نوعين من الـ من البرايورتيز، عندنا ستاتيك برايورتيز وعندنا دايناميك برايورتيز. البرايورتي يعني ايه؟ ان انا بدي بريفرنس لبروسيس عن بروسيس تانية خلاص، انا ببدي او بفضل او بقول الاوبريتنج سيستم خلص بروسيس الاول قبل ايه؟ قبل بروسيس تانية، فده معنى برايورتي خلاص. دايما اي انسان اي سيستم بيبقى عنده برايورتيز، نفس الكلام الاوبريتنج سيستم برضو عنده اتس اون برايورتيز وين ات كومز للرننج بروسيسز. طيب انا بالنسبه لي المفروض ادي بريفرنس لمين؟ للانتراكتيف بروسيس او للانبوت اوتبوت بروسيس ولا للكمبيوت باوند بروسيس؟ ده سؤال مهم جدا. هل مين should be given the priority، input output process ولا CPU bound process؟ المنطقي هو ال input output صح؟ يعني انا عايز ان انا مثلا ما ادوس على كي على الكيبورد يطلع على طول على السكرين، مش ده input output؟ مش عايز ال OS يقول لي يعني انت مش عايز لما تقعد تتايب على الكيبورد ويطلع لك حاجة على السكرين، عايز الكلام ده يطلع in a super fast way. مش عايز ان انت مثلا تكون بتكتب مثلا فايه البتاع يهنج عشان هو بيعمل another CPU bound process، فده مش صح. فدايما ال interactive processes بتبقى عايزة تخلص الاول تمام، ده for the sake of the convenience of the user، ده رقم واحد. رقم اتنين ال processes دي بتبقى عايزة ايه؟ بتبقى عايزه ان هي تبقى يعني عاده بتبقى واخده شورت رانينج تايم، يعني انت لما بتدوس تعمل كي ستروك وتطلع الاوتبوت دي عاده بتبقى ليها شورت رانينج تايم. فدايما الانبوت اوتبوت بروسيس بنقول فريكوينتلي بيبقى ليهم تو بروبرتيز، ان هو بيبقوا بريفيرد ان هم يبقى ليهم هاي برايورتي او شود بي جيفن بريفرنس ان هم يخلصوا الاول، ان انت بتبقى عايز ايه؟ as long as ان انت بتتعامل مع السيستم، انت اليوزر فانت بتعمل انبوت اوتبوت مع السيستم، فده شود بي جيفن ذا هايست برايورتي. لما السيستم بقى يعمل الانبوت اوتبوت تاسك اللي انت عايزها، اللي هو ياخد الكي ستروك منك على الكيبورد ويعمل لها ديسبلاي على السكرين ويخلص الانبوت اوتبوت ويبقى قاعد فاضي، مثلا تكون انت قاعد بتقرا اللي على السكرين او بتكون بتعمل حاجه تانية مش انبوت اوتبوت، هو بقى يبدا يستغل الوقت ده في ان هو يعمل ايه؟ يعمل الاذر سي بي يو باوند تاسكس اوكي، اللي هي حتى ساعات بنسميها فور جراوند تاسكس وباك جراوند تاسكس. فالفور جراوند تاسكس should have greater او higher priority عن الباك جراوند تاسكس. جميل جدا. او ان احنا نassociate برضو specific user processes with priorities، يعني اليوزر الفلاني الادمنستريتور مثلا تبقى priorities بتاعته، اليوزر processes بتاعته ليها priorities اعلى من any other user، او ان احنا نعمل حاجة اسمها micro kernel design، ان احنا المايكرو كورنر ديزاين يعني اتس اوت اوف اور سكوب شويه هنا في النقطه دي، بس ملخصها ان هو يعني بيقسم الديزاين بتاعه لمايكرو سيرفيسز، ومنها يعني بيهندل البرايورتي برضو ان اون اتس اون واي يعني خلاص. طيب فدايما بيبقى البرايورتي اللي ليها الهايست او البروسيس اللي ليها الهايست برايورتي بين سيلكتد او بتبقى دايما جود ديسباتشد.
عندنا static وديناميك priorities. احنا في الشيت هنحل على static priorities. الديناميك priorities هنفهمها ككونسبت في السلايدز اللي جايه. ودايما بيبقى فيه upper و lower limits دايما على الديناميك priorities، زي ما احنا قلنا في اللاب في الاكزامبل 8 الاخير ده، ان الليميتس عندي ما بين بلس 20 و ماينس 20 و بلس 19. اوكي، ده بالنسبه للايه، بالنسبه للنايسنس فاليوز يعني. تمام. طيب هنتكلم على المالتي ليفل فيدباك كيو. المالتي ليفل فيدباك كيو هو طريقه ان احنا امبلمنت بيها الدايناميك برايورتيز. طب هتقولي طب والستاتيك برايورتيز؟ الستاتيك برايورتيز هي مش موجوده في السلايدز، هنحل عليها في شيت اسمها الجوريثم اسمه هايست برايورتي فيرست، وله تو فاريانتس، فاريانت بري امتيف وفاريانت نون بري امتيف. فهنشوف الكلام ده بالنسبه للستاتيك برايورتيز. بالنسبه للدايناميك برايورتيز اللي بنعمله هو ايه، ان احنا بن implement ال dynamic priorities، يعني كل at any instance في ال in time هنلاقي ان كل process ممكن ال priority بتاعتها تتغير، ممكن تبقى promoted ل higher priority او تبقى demoted ل lower priority. خلاص، زي ما انت شايف كده هنا احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل كذا queue of priorities. خلاص، هنفترض ان 4 ده هو اللي له اعلى priority، خلاص، و3 اقل و2 اقل و1 اقل. although in real life او in real applications ال process اللي بيبقى ليها اعلى priority بتبقى واخده اقل value. ماشي، بس احنا هنفترض ان 4 ده هو اعلى priority، 3 اقل منه، 2 اقل منه، 1 اقل حاجه خالص. تمام، فانا عندنا شويه processes موجودين هنا في الكيو بتاع 4، شويه في 3، شويه في 2، شويه في 1، ده based على ال priorities بتاعت كل process. طيب هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه السيستم بيبدأ ياخد اول واحدة في الكيو بتاع 4 يرنها، خلاص، وبعد ما يرنها يقوم عامل ايه؟ يقوم منزلها في التيل بتاع بروسيس في الكيو بتاع 3. تمام، بعد كده يقوم جاي واخد مين؟ يقوم جاي واخد او خلينا نقول ان هو بينقلها للتيل بتاع كيو 3، بعد كده بياخد اللي عليها الدور يرنها، بعد كده ينزلها للثري، بعد كده ياخد اللي عليها الدور and so on، لحد اما الكيو الرابع ده يفضى. فيبقى كيو 3 دلوقتي فيه كام بروسيس؟ في الاثنين دول والثلاثه بتوع مين؟ بتوع 4. يعمل نفس القصه، يرن دي الاول، بعد كده يرن دي، بعد كده يرن كل واحده من الثلاثه، وبعد ما يخلصوا يقوم منزلهم لفين؟ للكيو الثاني، وفي الكيو الثاني يعمل نفس القصه، لما يخلصوا ينزلهم للكيو الاولاني. ساعتها هنكتشف ان البروسيسز اللي كانت موجوده في الكيو الرابع ده اصلا خدت كام، او خدت تايم سلايسز، او خدت كوانتم اكتر من مين؟ اكتر من اللي كانوا في 3، اكتر من اللي كانوا في 2، اكتر من اللي كانوا في 1. اوكي، فبالتالي كان لو انت عندك انبوت اوتبوت باوند بروسيس فموجوده في برايورتي 4، عاده هتخلص قبل ما تكون ايه، يعني هتخلص within يعني السكيم ده او الطريقه دي بتضمن لي حاجتين، ان لو انا عندي شورت بروسيس هتخلص بسرعه، فهي واخده الادفانتج بتاعت الشورت ستوب فيرست، لان لو هي شورت بروسيس فهي يعني هترن كذا سلايس قبل ما تكون وصلت للاخر فهتخلص بسرعه. تمام، فده بالنسبه للايه، للشورتست او بالنسبه للشورت جوبز. وبالنسبه للانبوت اوتبوت باوند بروسيس، بما انهم شورت جوبز برضو او شورت بروسيسز، فوجودهم في اعلى كيو بيضمن ان هم هيخلصوا بسرعه، برضو هيضمن ان هم ليهم ايه اولويه في ان هم يخلصوا بسرعه، لان هم هيرنوا هياخدوا وقت، يعني هياخدوا كذا اوبورتيونيتي او كذا تشانس ان هم يرنوا اكتر من اللي موجودين في 3، اكتر من الموجودين في 2، اكتر من الموجودين في 1. يبقى من الاخر مجموعه البروسيسز اللي موجوده في البرايورتي كيو 4 بتاخد التشانس ان هي ترن وقت اكتر من اللي موجودين في 3، وقت اكتر من الموجودين في 2، وقت اكتر من الموجودين في 1. اوكي، فده كده فكره المالتي ليفل فيدباك كيو بصوره فيري جنرال. لو جت افرض في بروسيس ارايفد، تمام، بت arrived according لليوزر او according للassigned priority ليها، تمام، وبتتحط في الايه، في الكيو بتاعها. بس هي اللي بيحصل في المالتي ليفل فيدباك كيو، لان انا ممكن تبقى كل، يعني انا ممكن دلوقتي مثلا يكون 4 ده كله فاضي واكون موجود مثلا في 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 3، خلاص، فما ينفعش ان انا مثلا ايه اقوم جاي حاططها في، يعني ما ينفعش ان انا اقوم جاي حاططها مثلا في ايه، في 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 3 ف تتظلم، لان مثلا ايه ما تاخدش الوقت بتاعها. فانا بحطها في 4، لو اي ريدي او اي نيو بروسيس باجي بحطها في الكيو نمبر 4
بحيث ان هي لو وصلت بانتربت وات ايفر انا واقف في انهي كيو وبروح اخلصها واقوم جاي ناقلها ل 3، وبعد ما اقوم ناقلها ل 3 اقوم اكمل بتوع 3، وبعد كده اقوم ناقل كلهم ل 2 and so on. يعني من الاخر لو انا في newly arrived process دايما بتبدأ فين؟ بتبدأ في كيو نمبر 4 على اساس ان هي تمشي في الطريق السياق او في الطريق بتاعها الطبيعي لحد ما توصل ل 1. ولو انا كنت اوريدي في كيو 3 او في كيو 2 وما كانوا التو كيوز اللي فوقيها فاضيين، هانتربت هبري امت اللي انا برنها واروح ارن مين؟ ارن 4 وبعد كده اخلصها وانزلها ل 3، ارنها مره كمان بعد كده اخلصها وانزلها في التيل بتاع الكيو بتاع 2 واقوم رنهم كلهم. خلاص، فده كده الالجوريزم بتاع المالتي ليفل فيدباك كيو. بتبان فكره اهميه الدايناميك برايورتيز لما نشوف نقطه ديس ادفانتج في الستاتيك برايورتيز. لو انا عندي 3 بروسيسز A و B و C وليهم ستاتيك برايورتيز، بروسيس A ليها priority 3 و B5 و C7، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا عندي high priority process زي مين؟ زي C، عندها priority عالية. خلاص، بتويت على A. اوكي، و A بتويت على B. يعني ايه بتويت؟ يعني في الكود بتاعها في سطر اسمه wait، فwait ده يعني blocking كول، مستني ان البروسيس دي تخلص وتريتيرن فاليو ليها. فسي دي مستنيه حاجه من ايه؟ خلينا ممكن نسميها كده، سي مستنيه حاجه من ايه؟ وي ايه مستنيه حاجه من بي، وبي از كومبيوت باوند. يعني ايه كومبيوت باوند؟ يعني هي حاجه ما شغاله طول الوقت، نيفر بلوكس، مش هتبقى زي، مش هتبقى معتمده على انبوت اوتبوت، فهت ايه هتبقى هتبلوك، لا. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي حصل ان A عمره ما هيجد the chance ان هو يرن، وبالتالي C will not have the chance to run برضو، برغم ان البرايورتي بتاعت مين؟ بتاعت C ماشي اعلى من B. يعني ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان C مستني بيويت على A، و A بيويت على B، و B عمره ما هيخلص. فاللي حصل انه اللي بيرن دلوقتي في السيستم هو B. ده منطقي ان بي رن وايه يبقى مستني، لان بي البرايورتي بتاعته اعلى من ايه، ماشي. لكن هل منطقي ان سي يكون بلوكد على بي؟ سي البرايورتي بتاعته 7 وبي البرايورتي بتاعته كام؟ 5. فازاي سي يبقى بلوكد على ايه وايه يبقى بلوكد على بي؟ فبالتالي يبقى سي بلوكد على بي. ما ينفعش سي يبقى بلوكد على بي، لان سي البرايورتي بتاعته اعلى من بي. فالظاهر دلوقتي ان البرايورتي بتاعت بي اعلى من مين؟ اعلى من سي. فالدايناميك برايورتي هتعمل ايه؟ هتحل الموضوع بتاع البرايورتي انفيرجن. هو ليه اسمه برايورتي انفيرجن؟ علشان سي البرايورتي بتاعتها اعلى من بي، برغم كده بي هو اللي بيرن وسي قاعد ايه؟ ويتنج. خلاص، فده معنى الجمله بتاعت when a high priority process اللي هي سي is waiting on a low priority process. Waiting on a low priority process دي اللي هي مين؟ اللي هي A. A بقى دي starved by a medium priority process اللي هو مين؟ اللي هو B. خلاص كده؟ طيب، ازاي بقى بنحل الموضوع ده؟ هنعمل temporarily هنزود ال value او ال priority بتاعت مين؟ بتاعت A. ماشي؟ اللي هو ايه ده اللي هو كان مين؟ اللي هو كان اللو برايورتي دي. خلاص، حلو. لما نيجي نزود البرايورتي بتاعت ايه نخليها 7، ايه اللي يحصل؟ مين هتبقى البرايورتي بتاعته اعلى؟ ايه هتبقى البرايورتي بتاعته اعلى من بي، وبالتالي بروسيس بي كانوت ستارف ايه، بي ما يقدرش يستارف ايه. خلاص، ليه؟ لان اللي حصل في الاكزامبل اللي فات ان ايه كان ان سي كان بيويت على ايه وايه كان بيويت على بي. خلاص، وبي لما مسك السيستم ما سابوش، لانه ايه؟ لان هو سي بي يو باوند والبرايورتي بتاعته اعلى من البرايورتي بتاعت ايه. لكن لو احنا خلينا البرايورتي بتاعت ايه بدل ما هي 3 تبقى كام؟ تبقى 7، ايه اللي هيختلف؟ بي بعد وقت هيرجع الحاجة اللي ايه عايزها.
خلاص ماشي. في الاول بي كان هيرجع الحاجه دي ويفضل مكمل شغل، لان هو بي كومبيوت باوند والبرايورتي بتاعته اعلى من ايه، فبالتالي بي كان هيبقى ايه، هيفضل مكمل شغل لان هو البرايورتي بتاعته اعلى من ايه، فده اللي كان هيحصل. لكن دلوقتي لما انا خليت ايه 7، فبي لما هيرجع يعني لما يخلص الحاجه اللي هو كان مستنيها، فايه البرايورتي بتاعته هتبقى ايه، هتبقى اعلى، لان ايه ساعتها هيبقى ايه، هيطلع من البلوكد ستيت ويروح لمين، يروح للريدي ستيت، بس هيروح للريدي ستيت ببرايورتي اعلى من مين، من بي، فيجوت ديسباتشد ويتنفذ. فبالتالي ايه يخلص ماشي، ولما ايه يخلص سي يخلص، بعد كده ارجع تاني لايه البرايورتي بتاعت ايه لتلاتة. يبقى انا كده عملت ايه، حليت الموضوع بتاع البرايورتي انفيرجن عن طريق ان انا عملت بروموشن لايه، خليت ايه بدل ما هو تلاتة خليته سبعة، وبالتالي في الكيس في السيناريو لما بي كان خلص حاجة ايه ساعتها اوتوماتيك هيرجع لايه، لكن في الاول هو كان هيخلص حاجة ايه ويفضل ايه، ويفضل قاعد بيران لان البرايورتي بتاعته كانت اعلى من ايه. خلاص فاللي حصل دلوقتي ان انا ما عملت بروموشن لايه، خليته 7، فبالتالي لما ده يخلص حاجة ايه، ايه هيطلع من البلوكد ستيت يروح للريدي ستيت، وبالتالي هيرن ويخلص حاجته، وبالتالي يرجع لمين، يرجع للسي. وبعد ما اخلص كده اعمل تاني اديموت، اعمل ديموشن للفاليو بتاعت ايه من 7 اخليها كام، 3 تاني. اوكي ده بالنسبه للدايناميك برايورتي. السكيدولينج بارامترز اللي عندنا، احنا اتكلمنا عن الكوانتم اللي هو اللينث بتاع التايم سلايس اللي بياخدها كل بروسيس ان راوند روبن سكيدولينج، واتكلمنا ان انا اللونجر كوانتا بتبقى معناها ان انا هاخد وقت running اكتر، يعني هرن اكتر، يعني انت كانك بتديني more of your quanta او more of your CPU time، فبالتالي I will get more time، I will get an يعني a better probability ان انا اخلص بسرعه. اوكي في بعض ال operating systems بيبقى lower priority، بيبقى عندهم longer quanta بس بيبقوا scheduled not too frequent. فاهم ايه يعني، احنا يعني السكيدولينج بتاعهم بيبقى مش فريكوينت، بس لما بياخدوا لما بيبقوا ريدي وبيروحوا راننج بياخدوا لونجر كوانتا شويه، على اساس ان هم ايه ما يبقوش ستارف دي يعني، تمام، او ما يحصلهمش ستارفيشن. في الويندوز مثلا بيدي كوانتا اكبر للفور جراوند بروسيس اللي هي انبوت اوت، او يعني انبوت اوت باوند بروسيس، ده بيديها لونجر كوانتا على اساس ان هي ايه ترن اكتر، تمام، يعني بيديها لونجر كوانتا وبيديها كمان برايورتي ايه، برايورتي اعلى، زي ما في البولت الاخيره بتقول لك بيديها كمان برايورتي ايه اعلى. اخر حاجه عايز اتكلم فيها التو ليفل سكيدولينج. التو ليفل سكيدولينج بيحصل امتى؟ لما بيبقى عندي نيو بروسيس الوكيتد، في بروسيس جديده ارايفد تو ذا سيستم وانا ما عنديش انف ميموري، فبعمل ايه؟ فبكتب الميموري بتاعت البروسيس دي بحطها في الديسك، تمام. طيب هنا بقى بيبقى عندنا سؤال، نحط انهي بروسيس في الديسك؟ نحط، المنطق بيقول حط البروسيس اللي هي بقالها ايه، بقالها كتير ما اشتغلتش، او اكتر بروسيس قديمه، او اكتر بروسيس بقالها كتير ما تحولتش من الريدي للرننج، حطها في الايه، في الديسك، وخلي البروسيس اللي انت بتستخدمهم مور فريكوينتلي يبقوا فين، يبقوا في الريدي كيو، او يبقوا في سوري مش في الريدي كيو، يبقوا في الميموري، خلاص يبقوا في المين ميموري. فالفكره احنا بنعمل ايه، لما البروسيس دي تبقى سكيدولد اللي هي راحت للديسك دي، هنريدت ونرايتت فين، من الديسك نحطها في الميموري. طب احنا ليه بنروح نحط البروسيس اللي هي يعني كانت اكتر بروسيس زي ما بنقول ما استخدمتش؟ لانها بما انها بقالها كتير ما استخدمتش، فهو منطقي ان هي بروسيس ما بتستخدمش كتير، فبالتالي احطها في الديسك وابقى يعني اخد الاوفر هيد بتاع ان انا اريدت ورايتت كل شويه من الديسك للميموري، بس هتكبد الاوفر هيد ده ايه؟ قليل، صح؟ مش كل شويه هاخد الاوفر هيد ده، عكس لما اروح انقل للميموري بروسيس كل شويه بتجت سكيدولد، ايه اللي هيحصل؟ لما اروح انقلها من الميموري للديسك كل شويه هضطر ان انا انقلها من فين؟ من الديسك للميموري، وبعد كده اوديها من الميموري للديسك، بعد كده ارجعها من الديسك للميموري. فبالتالي منطقي جدا ان انا احط انهي بروسيس، احط البروسيس اللي بقالها كتير جدا ما رنتش، او البروسيسز ذات ار نوت فريكوينت ار نوت فريكوينتلي سكيدولد، هم دول اللي انقلهم في الديسك، واخلي البروسيسز ذات ار فريكوينتلي ديسباتشد فين، في الميموري.
مين ميموري. ولما بيبقى فيه بروسيس موجوده في الديسك سكيدولد، بريدت وبرايتت من الايه، من الديسك للميموري، وبروح انقل واحده تانية من الميموري للديسك. بروح انقل انهي واحده؟ بروح انقل اكتر واحده ما استخدمتش، او اكتر واحده كانت فضلت في الريدي كيو و did not get the chance to be dispatched. طيب بالراوند روبن بقى، ده الكلام ده كلام جميل جدا لو احنا مستخدمين الجوريزم غير الراوند روبن. لكن بالراوند روبن اللي بيحصل انه ممكن يبقى عندي السكيدولد بروسيس دايما تبقى هي اللي فين، اللي على الديسك. ازاي؟ لو انا عندي فور اكزامبل، لو انا عندي سم، يعني عندي مثلا الميموري بتاعتي بتشيل 5 بروسيس، خلاص اما ما تقدرش تشيل اكتر من 5 بروسيس. فانا كان في السيستم عندي في 5 بروسيس شغالين، فخلاص موجودين في السيستم، وبقى ايه، بعمل سكيدولينج ما بينهم. طب لو جات لي بروسيس 6، فانا اروح اعمل ايه؟ هقوم ناقل، يعني لو انا عندي بروسيس 1 2 3 4 5 خلاص، وجت بروسيس 6، ايه اللي هيحصل؟ البروسيس الستة دي هتتنقل للمين ميموري، وبعد كده هروح انقل بروسيس نمبر 1 فين؟ في الديسك، لان 1 دي كانت اقدم واحده. خلاص طيب لما 6 تخلص بالراوند روبن، مين هيبقى عليه الدور؟ 1 هيبقى عليها الدور، ف 1 تتنفذ، اروح اجيبها من الديسك احطها في الميموري، واروح اودي مين هناك؟ اودي 2، لان 2 اقدم واحده. طب بعد ما 1 تخلص مين اللي هيبقى عليه الدور؟ 2، فاروح اجيبها من الديسك للميموري واروح اودي 3. الحركه بتاعت ان انا كل شويه اروح انقل بروسيس من الديسك تو ذا ميموري اند فايس فيرسا، تمام، دي اسمها ايه؟ اسمها ثراشنج. ثراشنج ان انا بنقل البروسيس من الميموري للديسك، وفي التايم سلايس اللي بعدها بقوم جايبها من الديسك ناقلها فين؟ للميموري. دي اسمها ثراشنج. فالحل ان احنا نعمل تو ليفلز اوف سكيدولينج، لونج تيرم سكيدولينج وشورت تيرم سكيدولينج. اللونج تيرم سكيدولينج هو ان انا احدد انهي بروسيسز شود بي ريزيدنت ان ميموري وانهي شود بي بليسد اون ذا ديسك، ده اللونج تيرم. ماشي. الشورت تيرم، طيب للبروسيسز بقى اللي انا قررت انهم يبقوا موجودين في الميموري، هعمل السكيدولينج ازاي؟ بطريقه بقى من الطرق اللي احنا عارفينها، سواء فيرست كام فيرست سيرف، شورتست جوب فيرست، شورتست ريمينينج تايم نيكست، هايست برايورتي فيرست، راوند روبن. يعني ايه؟ يعني من الاخر هو الشورت تيرم ده هو السكيدولينج العادي اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه، خلاص اللي هو قاعدين بنتكلم فيه من اول الفيديو. لونج تيرم ده هو اللي بيقول لك، سوري، اللونج تيرم ده هو اللي بيقول لك انا بتكلم على ايه، انهي بروسيس شود بي ان ريزيدنت ان ميموري وانهي بروسيس المفروض تتحط في ال في الديسك. اوكي، ده كده اهم البوينتس اللي ممكن يجي فيها ام سي كيو، ممكن يجي فيها اسئله في الفاينل او في الميد تيرم يعني. فميك شور ان انت يو كفر ذا بوينتس دي كويس، وخلينا نشوف اسئله الشيت اللي هتبقى موست بروبابلي كفرد في الكلام اللي احنا قلناه.